بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا ان شاء الله النهاردة حل الواجب رقم 6 من برنامج المراجعة النهائية. قبل ما ندخل في حل الأسئلة حابين ننبه على نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى، هل أكمل دروس ولا أقعد في البيت من يوم 1/6؟ النقطة رقم 2، فاضل لنا ايه في السنة دي علشان نخلص مادة زي الفرنسية؟ النقطة الأولى اللي أنا حابب أرد عليها، خلينا متفقين إن لو سيادتك قعدت من 1/6 ل 20/6 بدون ما تفتح الفرنساوي فالمادة طارت يا معلم واتبخرت ومحتاجين نقعد أسبوعين ثلاثة نفكرك بيها، وده شيء مستحيل لأن الفرنساوي هي المادة الوحيدة المظلومة في الجدول قدامها يوم واحد فقط. أنا هنا أكلم نوع من الطلبة، طالب هيقعد 1/6 ل 18/6 يذاكر عربي، وسط كل يوم او اتنين او بعد كل يوم او اتنين هيمسك كتاب الفرنساوي ويحلله امتحان او اتنين يفكر نفسه سريعا بالمعلومات المهمة في الفرنساوي. ده نصيحتي ليك، اقعد في البيت ما تنزلش دروس، وفر وقت وفلوس. نروح للنوع التاني من الطلبة وده الاغلبية، اللي هو عايز حد يقول له اعمل كذا وكذا وكذا، واللي هو هيقعد من 1/6 ل 18/6 غالبا ماسك العربي بس، الكتاب في وشه وقاعد بيذاكر عربي. ده نصيحتي ليه، انزل 3 ايام في الاسبوع درس الفرنساوي، كل يوم هتحل امتحان شامل، وبعد ما تحل الامتحان الشامل هنشتغل شويه من مجلد المفاهيم وتروح بيتك، يبقى طلعت فكيت عن نفسك وتروح تكمل مذاكره العربي. دي بالنسبه للنقطه الاولانيه. خلي بالك مش هدفي خالص من النقطه الاولانيه فلوس او فلوس الشهر او الكلام ده كله. انت عارف طبعا ان احنا في اول السنه كنا بنشتغل حصتين في الاسبوع، النهارده بنشتغل 3 حصص في الاسبوع غير الفيديوهات اللي بتتسجل لك بدون ما ناخد ولا مليم من اي حد. دي بالنسبه للنقطه الاولى علشان نبطل نتكلم فيها تاني. طيب النقطه رقم 2، فاضل لنا ايه علشان نخلص ماده الفرنساوي؟ سيادتك عارف ان الكتاب ده خلصناه شرح وحل، هنخلصه تماما بانتهاء الاسبوع اللي احنا فيه، يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي ده يكون خلص ونروح لاخر جزئيتين عندنا في المنهج مش جزئية واحدة. بعد ما هنخلص الكتاب هنتجه لبرافو اللي فيه 63 امتحان. هل احنا هنحل 63 امتحان يا مستر؟ لا، الكتاب ده في نهايته امتحانات الاعوام السابقه من 2017 لحد 2022 تقريبا، هم حوالي دور اول ودور ثاني طبعا، هم حوالي 11 امتحان. ال 11 الامتحان اللي هنا هناخدهم وهناخد عليهم كمان 10 من هنا، يبقى عندنا 21 امتحان، وهنجيب 4 امتحانات من ميرسي او جينيال او المعاصر ايا كان. كده احنا معانا 25 امتحان هنصورهم، واللي محتاجهم يبعت لي على الواتساب يقول لي مستر انا محتاج الامتحانات، فهعمل بعدد الناس اللي هيطلبوها. طيب طبعنا الامتحانات، هنبدأ نشتغل فيها امتى؟ من الأسبوع الجاي اللي هو يوم السبت الجاي. حلو، كل حصة هنيجي نحل امتحان شامل واحد، وهنصور كمان مجلد المفاهيم اللي هيديك تقريبا 40% من قوتك داخل امتحان اللغة الفرنسية. لو عطلت في معنى كلمة هقولك تطلعها منين من مجلد المفاهيم، لو عطلت في قاعدة من القواعد أو أنت مش فاكرها هقولك هتطلعها منين من مجلد المفاهيم، لو عندك حاجة خاصة بالمقالي واقفة عليك ممكن أقولك تطلعها إزاي من مجلد المفاهيم. فدول الحاجتين اللي فاضلين علشان ننهي بيهم السنة، بوكلة امتحانات ثم عندنا كمان مجلد المفاهيم، دول اللي هنشتغل فيهم لما أنت سيادتك تجيلي من 1/6 لحد يوم 15/6 تقريبا، 15 حصة أو هنقول نصهم يعني 7 حصص. اتفقنا؟ اتفقنا. عشان ما نضيعش وقت والفيديو يطول ندخل كده عندنا طبعا الكتاب اللي قدامك، احنا خلصنا فيه القطع كلها، يتبقى المواقف والجرامير والمقالي. أبدأ كده من عند السؤال، نستنى بس نشوف الصفحة عشان الناس اللي بتتابع. من أول 202 يا شباب عندنا المواقف، مش هكتر عليك، ممكن أحل لك صفحتين مواقف فقط أو ممكن أحل لك صفحة واحدة على حسب. طيب ركز معايا، الصفحة دي اتحلت؟ لا أعتقد 202 دي اتحلت، احنا حلينا 202 يا رجالة من أول 203. طيب من أول 203 السؤال رقم 3 بيقول لي votre ami، صديقك، ne pas content، صديقك مش سعيد مش مبسوط، pendant le cours de EPS. اوعى تهمل اي حاجه عدت عليك في الفرنساوي، ممكن تيجي في امتحان اخر سنه توقعك. EPS اللي هي اختصار لكلمه education physique sportive، اللي هي حصه التربيه البدنيه او الالعاب.
صاحبك مش مبسوط في حصه الالعاب كيسكل دي ماذا هو يقول؟ يقول سي موتيفون محفز. لا طبعا ده هو مش مبسوط. جو مو انوي اون او بي اس، انا بشعر بانزعاج او ملل في الاو بي اس. هي دي اجابتك الصح، الباقي ما ينفعش. فوتر امي بارلي بوكو، صاحبك بيتكلم كتير. كيسك فوديت، انت تقول عنه ايه؟ تقول عنه رومانسي؟ لا. تقول عنده مفجوع؟ لا. تقول عنده بافار يعني رغاي؟ اه صح. تقول عنده تيميد؟ امسك دي، شايف السمة دي اللي قدامك القو فيها اصلية فتمشي مذكر وتمشي مؤنث، سجل عندك وما تعديش حاجة من تحت ايدك، محدش ضامن. طيب فو بارلي دو سوكو، انتم تتحدثون عن الذي vous avez fait à la montagne، اللي انتوا بتعملوه او عملتوه. بقى خلي بالك ده زمن بصيكم بوزي، ده المساعد افوار وده اسم المفعول. انتوا بتتكلموا عن اللي انتوا عملتوه في الجبل، ماذا انتم تقولون؟ عايز جمله في زمن الماضي المركب، دي كده ما تنفعش. ليه؟ ما هي ماضي مركب يا مستر. ايوه ماشي، بس باتان اجلاس تتلعب في الباتينوار مش في المونتاني. طيب جي براتيكي، دي ما تتلعبش في المونتاني. جي في دو باتيناج، لا يبقى جي في دو سكي. يبقى تاخد بالك ان باتان اجلاس او كلمه باتيناج يتلعبوا في مكان واحد باتينوار، لكن الجبل يتلعب فيه دو سكي. بعد كده بيقول لي فوتر امي فو ديموند، صديقكم بيسالكم او اين تي دي جون، واحد بيسالك انت انت تتغدى فين؟ كاسكي فوديت، ماذا انت تقول؟ خلي بالك الراجل حدد اين، يبقى انا محتاج مكان. ده مش مكان، ده مكان. اذا صح، مش عايزين بقى نكمل. فوزافي مال او دونت، انت تشعر بالمها في الاسنان. كاسكي فوديت، ماذا انت تقول؟ تقول انا سوف اكل ايس كريم. جو نو كوت با بيان، مش سامع كويس. لا. جو نو بو با مارشي، لا. جو دوا كونسلتي ان دونتيست، يجب ان استشير طبيب اسنان. Vous refusez. ايوه انتم ترفضون. يعني ايه مستر ان بروبوزيسيون؟ يعني اقتراح. دو براتيكي الاسكالاد، انت بترفض اقتراح لكي تمارس الاسكالاد، ماذا انت تقول؟ تقول فكره جيده، ولا هذا يلائمني، خلي بالك من دي، ولا جو نو بو با، انا لا استطيع. ودي اجابتك الصح. Vous donnez un avis، انتم تعطون راي بوزيتيف سير ان سبوريك ستريم، على رياضه عنيفه. كيسكي فوديت، انتم بتدوا راي ايجابي على رياضه عنيفه، تقولوا ايه؟ تقولوا سي سوبر. طب دي تنفع؟ مش محفزه؟ لا. طب خطيره؟ لا. طب انويو معناها ممله؟ لا طبعا. فو كونسيي فوتر فرير، انتم تنصحون اخوكم قبل ان يعبر الشارع، مهمه جدا، خلي بالك من نفسك. احنا عندنا رجالتنا، ادى الشارع اهو، ادى الشارع اهو، في هنا رصيف بيكون جنب الشارع، في هنا رصيف بيكون جنب الشارع. اخوك هيعدي من الشارع، يعبر، هو جاب لك الفعل ترافرسي معناها يعبر. انت تقول لاخوك ايه بقى؟ واحده واحده. روجارد ادروات، ايه اجوش؟ بص شمال ويمين، اه هي الصح. طب عدي قدام العربيات، ولا عربيه تطيره يموت فيها، ما تمشيش. طب امشي على التروتوار، التروتوار ده انت بتمشي بمحاذاة الرصيف، ما ينفعش تعدي الشارع، يبقى دي ما تنفعش. طب نو في بقى اتونسيون الفواتير، ما تاخدش بالك من العربيات، لا طبعا يموت. فوتر مير ايه مالاد، مامتك بتكون مريضه. ايه الفو فير لي كورس، وعايزه تعمل شوبينج. كيسكي فوديت، ماذا هي تقول؟ تقول لك ماما سوف تعمل شوبينج، لا انا سوف اطبخ، لا طبعا. ما مير ايه اون بون سونتي، لا طبعا. اقول كده جو دوا، او اعبر عن الالزام، انا يجب ان انا اعمل شوبينج مكانها، مكان مامتي. طيب فو ديموندي ا فوتر امي، انتم تطلبون من صديقكم سون سبور ناتيك، دي معناها ايه؟ رياضته المائيه او البحريه المفضله. كيسكل دي، ماذا هو يقول؟ عايز رياضه مائيه، دي سكالات تسلق جبال، دي موسيقى، دي فوتبول. فاضل واحده، حتى لو انت مش عارف يعني ايه دولا بولوني، معناها الغطس. واوعى تنسى اي كلمه تنتهي بالمقطع او اكسون ثم او تبقى كلمه مفرد، هي دي مؤنث باستثناء ثلاث كلمات حفظتهم لك، ليسي وميوزي وسكرابي، يعني خنفساتون. فوتر امي فو ديموند، صديقكم بيسالكم لا ماتيير دو فو شوسور، واحد بيسالك عن الماده الخام بتاعه الاحذيه، ماذا هو يقول؟ اسال عن الماده الخام ازاي؟ فاكر كلمه تيير او انكوا عندك ايه؟ سي انكوا، انه يكون من ماذا؟ الحذاء ده يكون من ماذا؟ طب سي كومبيان، يسال عن سعر. طب عندي كيلسون لي موتيف، ايه هي النقوش الخارجيه بتاعت الجزمه دي؟ هي برباط؟ هي من غير رباط؟ كلمه تيير بريفير، دي كده تسال عن الماده، الماده اللي انت بتفضلها، ممكن ماده دراسيه. طيب فو ديموندي ا فوتر امي، انتم تطلبون من صديقكم سكو الذي
هو يأكله في العشاء، ماذا هو يقول؟ تسأل واحد صاحبك انت بتاكل ايه في العشاء، هو يقول بتاكل ايه، عايز اكل معين. انا ما باكلش شيء، هي الصح. ليه؟ بص الباقي. انا بتعشى الساعة 21، انت كده قلت اكل؟ لا ما قلتش. طيب في الوجبة التصبيرة الخفيفة دي عشاء؟ لا. طب انا باخد العشاء شيء موع عندي في المكان بتاعي؟ هو انا سألتك عن مكان انت بتاخد العشاء فين؟ ده هو بيسألك فودي مونديا فوترامي سيكو الذي هو يأكله في العشاء. هو بياكل ايه؟ يبقى بياكل حاجة معينة، بياكل جبنة ما بياكل. فالراجل قال والله يا جماعة ما بتعشاش، خلاص نفى عن طريق نفي جزئي اللي هي النوريا. طيب فو بارلي دي زانغريديون، انتم تتحدثون عن مكونات الجاتو على فرانسيز الفرنساوي، ماذا انتم تقولون؟ فتقول رز وزبدة، يا اخي عيب عليك. تقول ثلاث بيضات ودقيق وبر، هي دي الصح اعتقد. طب لحمة وسوسيسيون، لا طبعا. طب فراخ فرختين وبومدوتير تفاح او بطاطس، اسف، لا طبعا. هناخد كمان صفحه مواقف، الدنيا جميله والدنيا ماشيه معانا. فو بارلي دي زاكتيفيتي كو فو سافي فير، انتوا بتتكلموا عن النشاط او الرياضه اللي انتوا بتعرفوا تعملوها، وخد الفعل ايه؟ سافوار. يبقى سيادتك هتختار جمله فيها الفعل سافوار. جو نو سي با سكي، لا. جو ديتست، لا. فيقول لك جو سي جوي دو بيانو، هي دي الصح. طيب عندي بعد كده فو انكوراجي فوتر ايكيب بريفري، انتم تشجعون فريقكم المفضل. استاذ في الاستاد، ماذا انتم تقولون؟ انت رايح قاعد في المدرجات وعايز تشجع، تعمل ايه؟ تقول سويه فويلون، كونوا عنيفين، لا طبعا ما تمشيش، بتشجع فريقك يلا. فتقول برافو ان بوت فانتاستيك، ايوه ايه الجون الجامد ده، هي دي الصح. يبقى بي. طيب نو ماركي او كان بوت، ما تسجلوش ولا هدف، ما كده يخسروا. انت بتشجع نو باس بالو بالون، لا طبعا. خلي بالك من نفسك، جمل جديده اهي بتشوفها لاول مره، فركز الله يبارك لك. فو ديموندي ا فوتر امي، انتم تطلبون من صديقكم لور دو دو بار، ساعه الرحيل بتاعه الطياره، ماذا هو يقول؟ بتطلب من واحد صاحبك ايه؟ ساعه رحيل الطياره. فيقول لك il va partir dans 10 minutes، هي سوف ترحل في خلال 10 دقائق، ولا هي سريعه ورخيصه، ولا il ressemble au bateau، لا طبعا ما لهاش علاقه، ولا il arrive à midi، ميعاد الطياره هي ترحل كمان 10 دقائق. vous racontez un ami، انتم فو اكتيفيتي، انتم بتحكوا لواحد صاحبكم الانشطه اللي انتم عملتوها في الويك اند الدرنيه، حاطط درنيه، اذا انا عايز حاجه عملتها في الماضي باسي كومبوزي. فاقول جي سكي على مونتاني، بتمشي. طب انا سوف اسبح، ده مستقبل، شيل. جو سوي الي اريكول، ما حدش بيروح المدرسه في الاجازه، الجمعه ما لهاش علاقه. فو ديموندي ا فوتر امي، انتم تطلبون من صديقكم ساكولور، لونه المفضل، كيسكو فوديت، ماذا انتم تقولون؟ كيل كولور بريفيرتي، سهله قوي دي يعني. فو بارلي دي زاليمون، انتم تتحدثون عن عناصر، خلي بالك دو لا ناتور، عناصر الطبيعه يعني ايه؟ يعني بتتكلم عن عشب، جبل، شجر، بركان، بحيرات، انهار، دي عناصر الطبيعه. التي تكرهونها، بتتكلموا عن عناصر الطبيعه اللي انتم ما بتحبوهاش، فتقول انا ما بحبش الرياضيات، هي دي من عناصر الطبيعه بالله عليك؟ انا بحب الشجر والبحيرات، لا. انت عايز تقول لي ما بتحبوش؟ طبعا ما بحبش الحلويات، لا طبعا. يبقى جو ني با لي فولكان، انا لا احب البراكين. طيب فو اكسبليكي انامي، انتم تشرحون لصديق لتينيرير، وصف الطريق لكي يذهب الى المحطه. فتقول له تورن على بروميير ري ادروات، ولا خش الشارع الاولاني يمين. طيب فوتر مير اي مالاد، مامتك بتكون مريضه، كيسكي فو ديت، ماذا انتم تقولون؟ ان بالا فورس دو مارشي، ليس لديها القوه لكي تمشي، جايز تمشي. طب هي بتكون في الفورمه؟ لا. الفا تري بيان، لا طبعا، هي كويسه جدا. ان با فاتيجي، هي مش مريضه؟ لا طبعا. يبقى الاولى هي الصح، هي ليس لديها القوه لكي تمشي. فوتر مير فو ديموند، مامتك بتسالك ان تشتري او تطلب منك ان تشتري لحمه، كيسكيل دي، هي تقول لك ايه؟ روح عند الحلواني، روح عند السماك، اروح عند الخباز، ولا بص على بوشري، عدي على محل الجزاره. فو ديموندي ا فوتر امي، انتم تطلبون من صديقكم سيجو اذواقه، بور لا ناتور، اذواقه للطبيعه، كيسكو فوديت، عايز اقول له ماذا تحب في الطبيعه. كيل توم بريفيرتي، اي طقس انت تفضل؟ لا. اي رياضه انت تفضل؟ لا. اي فصل انت تفضل؟ كيل اليمون دو لا ناتور ام تي، اي عناصر الطبيعه انت تحب. فوتر امي فو ديموند، صديقك بيسالك سيكوا، انها تكون ماذا؟ لا ليبريير، ده محل بيبيع كتب،
زي دار العلوم، زي ممدوح جبر، زي الكلام ده كله. فسيتان كوميرس دو محل ملابس، طب سيتان ماجازان دو ليفر محل بيبيع كتب تمشي، سيتان سنتر دو سبور مركز رياضي لا، طب سيتان ليو او اونلي ديليفر استنى هنا، ده بيكون مكان بنروحه عشان نقرا فيه كتب، ده دي البيبليوتيك مش الليبريير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، مكانين ليبريير وبيبليوتيك، بيبليوتيك مكتبه المدرسه اللي بتروح تقرا فيها، لكن دي مكتبه تشتري منها اقلام كراريس كتب الكلام ده كله. ثلاثة، فوتر امي فو ديموند، صديقكم بيسالكم لليو، المكان بتاع معيشه ايه؟ شوفال الحصان. كيسكل دي عايز يقول لك اين يعيش الحصان؟ او فيلو شوفال. فو ديموندي عن توريست، انتم تطلبون من سائح، وخلي بالك منها لكنها مهمه جدا، انت بتطلب من سائح بلده، عايز تقول له يا خواجه هو انت جاي منين؟ تتقال ازاي؟ كيسكي فوديت كيل مونيه تشي اتوليز، انت بتستخدم نقود ايه؟ ما تجيش. سي اي لغه انت تتحدث كده، انت ما فهمتش هو جاي منين، ممكن جاي من اوروبا فهيتكلم انجليزي. كيل بيتي فا فيزيتي، اي بلد انت سوف تزور، ما تجيش. طب ايه اللي تنفع؟ اقول له دو فونيتي، من اين تاتي انت؟ انت جاي منين؟ فيقول لك انا جاي من فرنسا، من انجلترا، الكلام ده كله. كده بنكون انهينا صفحتين مواقف، نروح على جرامير نخبط صفحتين ونشوف اللي بعده. طيب جرامير من اول صفحه 228. هنا بيقول لي اير، زي ما انا معودك اول ما تشوف جملة بيسأل على تصريفات افعال، عينك الاول على كلمة تدل على الزمن. اير تدل على زمن ايه؟ باسي كومبوزي، ماضي مركب. الماضي المركب احط تكوينه قدامي عشان ما اسرحش يا اخوانا، انا تصريف فيرب افوار في زمن المضارع او فيرب اسمه اتر، زائد حاجة اسمها بيبي او اسم المفعول. ايه اللي ناقص في الزمن ده؟ ايه اللي مجاش؟ ايه اللي مجاش؟ ايه اللي مجاش؟ هو حط اسم المفعول، واسم المفعول واخد تبعية اس بناء على الفاعل، يبقى خلاص هو الموجود فيرب اتر مع الاس يبقى إلسون، خلصانة. سورتي افيك لي كوبان، يعني ايه الجملة دي؟ بتخرج انت مع زمايلك؟ قال لا جو نو سور افيك، انا لا اخرج مع احد بيرسون، من في العاقل بكلمة بيرسون. هنا مقارنة يا اخوانا، مقارنة ايه؟ مش في كو في الجملة؟ اي حاجة فيها كو بره اطلع يا بنت شلناها. طيب وشيل اي حاجة مش مستخدمة في الشكل العام للمقارنة، اللي هو ايه؟ بلو ثم مو اوسي او اوتون ثم موان، ان بو دو ما تستخدمش في المقارنات. لو ده يا باشا اسم خد حاجة فيها دو، خدنا الاخيرة. فاتي توجور على فيرم، تذهب انت دائما الى المزرعه. قال انا ما بروحش الى، هو اصلا مش محتاجه، ده كلمه توجور تنفى بجامي، بس خلاص ما بروحش خالص. فوزالي على انترينمون، دي اسمها ايه؟ رقم 8 يقول لي دي اسمها جمل محتاج فيها ضمير مفعول. طب الضمير بتاع المفعول ده مستر شغال ازاي؟ اقول لك، هي ادوات اربعه، هم ادوات تستعمل بدلا من المفعول منعا لتجراره في الجملة الثانية مرتين في جملتين متتاليتين أو جملة سؤال وإجابة، يعني كان هنا مفعول وتم حذفه، رجع المفعول ده بقى لأصله. أنتم تذهبون إلى التدريب؟ قالوا نعم نحن نذهب الانترينمون كده. طيب كلمة انترينمون فينا قناص، كلمة انترينمون التدريب اللي أنت شايفها قدامك، مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ قدامها حرف جر اهي، تبقى غير مباشر، حلو قوي. ومكان، مكان، خد اجرك. مستر في حرف متحرك، مالكش دعوه بيه، حرف المتحرك لا ما بيشتغلش مع ضمائر المفعول اصلا. طب مادام فوزيت اون فيل، الفعلين الوحيدين اللي ياتي بعدهم فعل مصرف هما اتر وافار في الباسي كومبوزي، اذا ده ماضي مركب، عرفت منين؟ انا تصريف اتر، فاضل اسم المفعول. طب اسم المفعول يجي عامل ازاي؟ في تبعيه؟ لان الفعل المساعد اتر، تبعيه بناء على الفعل ما دام ال، ده كده شكله خام مش عايزه، عايز او زياده بقت بي. نو كونتر سيت دي، عايز يقول ايه؟ نحن نكون ضد هذه الفكره. عارف لما كنت بقول انا معك كنت بقول ايه؟ جو سوي بور، طب انا ضد، جو سوي كونتر، محتاج فيرب اتر، مصرف مع نو يبقى نو سون. لا شامبر دو ليو اي رانجي، مترتبه، دي صفه، مترتبه كويس، تري رانجي. طب الباقي ما يمشيش. مونبير امال تيت، من اجزاء الجسم اخرها او تبقى الا.
لو مترو باستور واستاسيون شي وراها عاقل. اه ما تستخدمش كده. بار هي اللي تمشي يجي وراها محدد او عدد من الاعداد يمر على ثلاث محطات. ميكو باندو باتا اغلاس هصرف تصريف افعال الى بك اس او انتي بالطبع. الفتر فروا ايفير فصول السنه كلها يا فندم مفرد مذكر. اوعى تيجي تقول ايه فصول السنه كلها مفرد مذكر ما عدا الربيع مفرد مؤنث، ولا انت هتخيب، انت بتدخل القواعد في بعضها. قلنا فصول السنه كلها تاخد حرف جر اون ما عدا الربيع ياخد ايه يو، ده ملهاش علاقه بمذكر ومؤنث، دي احنا بنحط اون عشان نتلاشى المتحرك. يبقى ايفير ده مذكر، طب دي جمع، طب دي مؤنث، فاضل اتنين مذكر. لو حطيت دي تبقى كفيف، ما بتشوفش في هنا حرف متحرك، اقلب من سو الى ست لان الاتنين دول بتوع مذكرين. هنا بيقول لي جنوفير انكونتري، انا ما قابلتش في النادي، انا ما قابلتش ايه حد، يبقى بيرسون. هنا بيقول لي تيفي دي سبوريك ستريم، انت بتلعب رياضات عنيفه يالا؟ قال لي وي جو براتيك اون فاكونسي. هو بيسال عن ايه؟ ضمائر مفعول مباشر وغير مباشر، على طول مفتاح الاجابه الفعل الذي يلي النقاط. كان هنا مفعول واتحذف، عايز اعوض على المفعول بضمير مناسب. انت بتلعب رياضات عنيفه؟ قال لي نعم انا امارس. وهنا هو حاجه اسمها كانت اصل الجمله كده، بص ليه انا امارس الرياضات العنيفه؟ ليه سبور اكستريم تكمله للجمله. يبقى ده المفعول مباشر ولا غير مباشر؟ ده مباشر يا مستر، انا امارس الرياضات. ما دام قلت مباشر شير لور. طيب والرياضات دي مش مفعول جمع، يبقى شيل لي كمان لو. تسال نفسك لو الرياضات قدامها حاجه من اربعه اجيب اللي، لو حاجه من الاربعه التانيين اجيب الاون. طب امتى اجيب اللي؟ لو قدامها قدام المفعول اللي هي كلمه رياضه، صفه اشاره، صفه ملكيه، او اداه معرفه او اسم علم. دي واحده منهم. اه ده قدامها اداه معرفه خدنا ليه. طب امتى اجيب اون يا مستر؟ مش هسيبك لو قدام المفعول اداه نكره، اداه تجزئه، ظرف كميه او عدد من الاعداد. مون بوتي ده جمله امريه، عرفت منين؟ من الفصل امر مع ايه؟ مع تي. اوعى تنسى تحذف الاس لان ده فعل مجموعه اولى. انت بتلعب بيتانك، اه من الحاجات المهمه جدا دي رياضه مفرد مؤنث، علم يا بيه قدامك وما تنساش. لعبه الكرات الحديديه اللي الناس العواجيز بتلعبها دي في الحدائق. فانت بتلعب الفعل جواه يطبع بايه؟ هو اصلا حاططها لي، يبقى الله. طيب كلمة كال تسأل عن نوعية الاسم الذي يأتي بعدها دائما أو بعد فيرب اتر اوبينيوم الكلمات المؤنث، ووعاك تنخدع بدي. وعاك دي كانت الطاء اتحولت إلى تون، يبقى كلمة مؤنثة اللي هي دي. اون بيان سونتريني او جيمناز، عايز أصرف مع الأون نفس التصريف مع الإيه، الحاجة نهايتها تي، يبقى أخد أون دوا. تي في دو فيلو افيك علي، أنت بتركب عجل مع علي؟ قال لي نو جو نو في دو فيلو افيك، أنا ما بركبش عجل معاه هو. علي هنا يا معلم عايز اعوض عنه بضمير توكيدي، يبقى علي ده هو اعوض عنه الاول بضمير فعل اسمه ال. هل ينفع ال ده يجي في اخر الجمله؟ لا طبعا، هحاول ضمير توكيدي يديني لوي فاخد سي. طيب تي مونجي كواو ديني، انت بتاكل ايه في العشاء؟ مدام كواه انف بريان بقى ما تقرفناش. اللي بعده دوما مستقبل قريب، تصريف فيرب الي في زمن المضارع بلس انفينيتيف، تصريف فيرب عليه مع الالافيك اس يبقى الفون فير. جو نو مونج با، اي نفي يحصل على اي جمله كان فيها اداه تجزئه حول الى دو او دو ابوستروف، هي فين دي؟ فوزالي على بلاج، قال لي وي نوزالون. بص كده نوزالون اصل المفعول، اصل الجمله هي الا بلاج. اسال نفسك بلاج مفعول ايه؟ ده غير مباشر يا جدعان، شيل اون وشيل ال ابوستروف. طيب هل عاقل بلاج؟ لا مش عاقل، خد اجريك، لان لو عاقل كان كنا خدنا الوي. كي فا لوبيتال، مين راح المستشفى؟ مدام كي يبقى انفي بيرسون خلاص بقى، او اي شخص عاقل. جو فيان دو ده زمن ماضي قريب، بيتكون من ايه؟ من تصريف فيرب فينير يا جدعان زائد دو زائد انفينيتيف مصدر. فيقول لك لو الفعل ذو ضميرين هو الفعل رقم اتنين في الجمله، خلي ضمير المفعول تابع للفعل مع الجو، يبقى مو حاجه فيها مو واخرها مصدر، ما تشيل خد الاخيره. سي فوزافي فران، ده كده امر. ليه قاعده سي؟ ما ياتي بعد سي زمن المضارع الجزء الثاني امر، امر مع ايه؟ مع الفو، حاجه اخرها او زد بقى. اذهبوا الى المطعم، يبقى ليه نوزالون دونتيست، ده الراجل يا جدعان نفسه. اللي ياتي بعديه عاقل يبقى شيء. سي مونا جو بريزونت امي بارون، دي مونا، انا بقدم مونا الى والدي، مفعول به مباشر. ناخد ايه؟ ناخد لاف.
توم واليكس سون دو تران. عايز يقول توم واليكس على تصريف فيرب اتر، هيجي بعد اسم مفعول يبقى ده ماضي مركب. ماضي مركب عايزنا نجيب ايه هنا؟ اسم المفعول. اسم المفعول من فعل ايه؟ من فعل يانا كان مصدره دي صندر، وده من الكاتورز فيرب، من الاربعتاشر فعل اللي ياخده المساعد اتر، عشان كده اتر اهو. طب اسم المفعول يا مستر من دي صندر ايه؟ شكله فين؟ اهو دي صندو، شكله خام. طب هتاخده خام؟ اوعى، لازم تضيف تبعية بناء على فعل الجملة. توم واليكس جمع مذكر، اخد دي صندو. ده السؤال المنفي، حضر في دماغك اول ما تلاقيه منفي، وبحذر مش اي سؤال منفي الاجابة عليه سي. مش اول ما تشوف منفي جيب بتقوم لازقها له، ممكن تبقى غلط عادي. طبق زي ما انا بقولك. اول حاجة ده سؤال منفي، اطلع وي واي كلمة اخرى. فضل اتنين، اما نو او سي. شيل يا معلم علامة النفي الاولى والتانية، اقرأ. هل انت بتلعب كورة؟ قال لي انا بلعب تنس، يبقى هنا الاجابة لا توافق السؤال. بعد ما حذفنا علامتين النفي اخد نو، اللي عارف لو توافق اخد سي اهو، عشان اقولك. ان جرون نمبر، عدد كبير من يبقى دي ظرف كميه، خد دو ثابته، مالكش دعوه ببرودوي، ركز عليها. لا سومين درنيير، الاسبوع اللي فات هم لعبوا سكي. الفعل فير مش من ال 14 فعل، ولا مشتق ولا غير بذو ضميرين، اخد المساعد افوار يبقى الزون. مونا اي غوس كوساسور، دي مقارنه صفات يا باشا، يبقى خد موع. هنا بور ليكيب بالنسبه للفريق، ان تروف ان فورم، احنا وجدنا الفريق. هل في حرف جر؟ لا، يبقى مفعول به مباشر اخد لا. اون لا تروف اون فورم، احنا وجدناه في صحه جيده او في فورمه جيده. كون تنفى بي جامي، فين جامي؟ ليفربول سي مون ايكيب، ايكيب مؤنثه، اخد بريفيري اهي. طيب بيقول لي انترين لجوار، من يدرب اللاعبين؟ يبقى كي انترين لجوار. ال سي دو سون شا، هو بيعتني بقطته، فال سي او هي، طبعا هاخد تبعيه على ايكوبي تبقى دي. جينوفي با نفي، ما تنخدعش بدول، يبقى تاخد دو. جودوا الفعل ذو ضميرين، اذا اتى رقم اثنين ضمير المفعول يا معلم تابع للفعل، والفعل في المصدر فين فين فين، يبقى مولوفي. هنا بيقول لي روبا اي ديليسيو، كلمه روبا، طب ما الاس فيها اصليه، اعرف منين هي مفرده ولا جمع؟ من الصفه بقى، اخرها اكس هي تبقى جمع. لا لا لا، اسف، اوعى اوعى تنخدع وتمشي ورايا، كنا هنقع على وشنا دلوقتي. روبا الاس فيها اصليه، وديليسيو الاكس فيها اصليه، الحكم فاضل على ايه؟ على تصريف الفعل. لو يقصد بدي وجبات كانت اي اس تي اصبحت سون، وبالتالي دي مفرده، فاخد سورو باي ديليسيو، هذه الوجبه بتكون لذيذه، لان ديليسيو صفه جمع مذكر ومفرد مذكر وتنتهي بالاكس، فالاكس فيها اصليه. كده بنكون انهينا صفحتين جرامير ما توريني المقالي. طيب نيجي على المقالي، الايميل رقم 7 بيقول لي بونسوار، هجاوب طبعا بكلمه ادي بونسوار. هنا بيقول لي كيسكو جو دوا فير بور ايترون فورم، اعمل ايه علشان ابقى فورمه كويسه؟ اقول له والله كل ثلاث وجبات في اليوم. اقول له تي دوا، او خد سكر الي، تي دوا بروندر، تي دوا بروندر تروا روبا بار، ثم كلمه جور. طيب كل اليمون جو دوا برون، اي العناصر يجب ان انا اخدها؟ اقول له مثلا كل فاكهه او كل ما يكفي من الخضار والفاكهه. اقول له مانج اسي دو فروي اي ليجيم. يلا ماشي خلاص خلصت. طب تعال ناخد كمان واحد. كومون تو تروف لسبوريك ستريم، كيف تجد الرياضات العنيفه؟ والله ممكن اقول انا اجدها شيقه او ممتعه او خطيره، انت حر. فاقول كده جو انا لو تروف، خلاص جو لو تروف تري. ممكن اقول مثلا خطيره، نقول تري دونجيرو.
شكرا. أين تذهب لكي تلعب كيت سيرف تزلج على الأمواج؟ إذا أذهب إلى البحر أقول جو في آ لا مير. شكرا. تعال ناخد كمان واحدة كده، وصلنا لتسعة. كومبيان دو ريون إليا سوبر مارشي دو كارتي، كم عدد الأقسام الموجودة في السوبر ماركت في الحي؟ أقول يوجد، أدي إل يا سس ريون، يوجد ست أقسام. طب كيل برودوي اشيت، ايه المنتجات انت بتشتري؟ هقول جاشيت، انا بشتري برودوي منتجات، جاشيت برودوي دو لامير منتجات بحر. بس كده وصلنا لكام؟ رقم تسعة. طيب هات لي بقى موضوعات. الموضوع رقم ستة بيقول لي بارلي ديز اكتيفيتي كو فو فيت او فو نو فيت با لا كامان، اتكلم عن الحاجات اللي انت بتقدر تعملها في الريف والحاجات اللي انت ما بتعرفش تعملها. حلو، ما دام هتتكلم عن اللي انت بتعرف تعمله واللي ما بتعرفش تعمله، لازم الجمل مع سافوار. فاقول جو سي، انا بعرف ااكل الحيوانات، اهي ادي جو سي مون، ماشي خليها بركب خير، جو سي مونتي اشوفال، ادي حاجه ممكن نعمل. ايه جو وبعرف جو في، انا بعرف اروح جو في، انا او انا بروح جو في على فيرم، عشان نستخدم الكلمه دي على فيرم، اقول جو في على فيرم. بور دوني مونجي او زانيمو، ادي بور ثم دوني à manger aux animaux. طيب اقول ايه كمان؟ ده بالنسبه للحاجات اللي انا بعرف اعمل. اقول كمان ان انا بعرف اجمع الفراوله، اقول je sais ramasser دي فريز. اقول كمان بعرف اعمل ايه؟ خلاص كده كفايه. نقول بقى حاجه واحده ما بنعرفش نعملها، اقول جون سيبا، ما بعرفش جون سيبا ناجي، ما بعرفش اعوم جون سيبا ناجي، ما بعرفش اعوم. ايه كمان نقول ما بنعرفش نعمل ايه كمان؟ ايه مثلا؟ وما بعرفش اعوم وما بعرفش اركب عجل. je ne sais pas nager ne pas faire، الزقهم في بعض كده عشان ده نفي مصدر، ne pas faire du vélo. شكرا يا فندم. تمام ماشي كسر. فكده زي الفل، خلاص كده نكون كتبنا جزئية مهمة جدا. فكده بنكون وصلنا للجملة رقم 6، فاضل هنشتغل الحصة الجاية إن شاء الله في رقم 7، وبنكون كده خلصنا الواجب. وأشوفكم الحصة الجاية بإذن الله، ويقرروا هتكملوا ولا لأ. اللي هيكمل يا ريت يبعت لي على الواتساب عشان أعمل حسابه في البوكلت وكمان مجلد المفاهيم. وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.